بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. أنا وعدتكم قبل فترة أنه راح أطرح طرح تقني بخصوص الأجهزة وما الأجهزة. طبعا أكبر هموم المعلم أو المعلمة خاصة مع يعني المناهج الجديدة والحديثة عبء حمل الأجهزة، يعني جهاز اللابتوب، جهاز البروجيكتر. طبعا احنا نعرف انه توجد غرف مصادر، ولكن يعني في زحمة على غرف المصادر، احيانا في اعطال، احيانا الاجهزة صراحة في المدارس سيئة جدا، مبوءة فيروسات، فانا ما مستعد مثلا اجيب فلاش او عمل لي خاص فيه فاضعه في او اجيب الهارد ديسك حقي واشبكه في الجهاز حق المدرسة، واكتشف لما ارجع البيت انه كل ملفات اختفت او كل ملفات ضربت او اصبحت اختصارات او اخفاء الفيروس او فاصبحت التقنية اشكالية او هاجس تتعب الكثيرين. قبل فترة انا طرحت انه راح اطرح ان شاء الله شيء مفيد وبسيط جدا. عند الاقتناء التقني يعني دائما احرص على انك تبحث عن الاجود حتى لو زاد السعر. يعني لا تروح تبحث عن بروجيكتر قيمته 400 و500 ريال او 700 ريال ويكون صغير كفي وتعتقد انه بالجودة اللي هي، لا صدقني انا من سنوات موجود في السوق، سوق التقنية وسوق الاجهزة، ارى كثير واحمد الله اعرف كثير وادير كثير من العلاقات. هل الأجهزة هذه سيئة جدا، لا يوجد لها ضمان، لا يوجد لها وكيل، فأنت تشتري الجهاز مغامرة، احتمال أنه يطلع عليك في أي وقت. بجانب ذلك المكونات الأساسية لهذه الأجهزة أساسا تكون سيئة جدا، يعني مثلا العدسة تكون سيئة، نوعية الزجاج المصنوع منه سيئة، القطع الداخلية سيئة، ما حيعيش عندك طويل، ايضا دقة الشاشة تكون جدا جدا سيئة. طبعا انا من فترة سألت عن البروجكترات، من العام الماضي سألت عن البروجكترات، دائما في البورتبل لا احد ينافس ال جي صراحة، في البورتبل لا احد ينافس شركة ال جي نهائيا، يعني في الاجهزة المحمولة للبطاريات. تميزت ال جي بانه بطاريات محمولة ودقة شاي ودقة او اضاءة او الاضاءة تكون جيد او اللومينز، هذه اهم نقطة تسأل عنها في البروجيكتر، اللومينز سواء كان بروجيكتر عادي او محمول، كم اللومينز، كم يعني قوة الاضاءة، قوة الشمعة، اضاءة الشمعة توصل 500 600 800 1200 1500، اترك عني عدد ساعات عمل الشمعة اللي هي 30,000 ساعة، هاي تقريبا كل الأجهزة تعمل فيها 30,000 ساعة وبعدها تغيرها، لا إضاءة الشمعة كم، هنا المهم، هذه النقطة اللي انت اهتم فيها عند شرائك للبروجيكتر. طبعا من باب التخفيف عليكم انا اعرض عليكم جايزين انا انصحكم فيها بقوة، إذا وجدتها وجدتها، ما وجدتها في بدائل. الجهاز الأول اللي هو هذا الـ HP Tab. هذا الـ HP Tab طبعاً يسمونه تقنياً داتا باش أو حاجة زي كذا، هذا يعني أنه لوحة الكيبورد هذه مستقلة وليست مدمجة مع الجهاز، تجي منفصلة، يعني كانت أنك تفكها وتركبها. لما تفك الجهاز هذا هو الجهاز، يصبح حجمه تقريباً 10 إنش. الجهاز طبعا فليب اب او يعني يقلب معك سواء كذا او كذا، يعني هيشتغل بكل الاتجاهات. هذا بالنسبة للجهاز الاول اللي انصحك فيه. طبعا هذا تقريبا وزنه والله ما شاء الله يعني حتى اقل من نص كيلو، اعتقد انه ربع كيلو وزنه حاجة زي كذا. البروجيكتر، وابتعدوا عن الشركات ونصب الشركات، جرير، اكسترا، المحلات، راح يعطوكم اسعار خياليه. اللي جايب لكم انا اليوم هذا، شايفين حجمه في يدي، يعني لاحظ. طبعا هذا البروجيكتر من شركه ال جي، اسمه بي اتش
550. طبعا هذا في المحلات وفي اكسترا اعتقد انه قيمته، وفي جرير اعتقد انه قيمته 2300. يعني انا حتى لفيت على المحلات واعرف في سوق الجمله، فسالت سوق الجمله بصراحه كثير اللي قاعد يؤخذ منكم بصراحه كمكسب. يعني الواحد يشتري بروجيكتر تقريبا ب 2000 ريال يبيع عليك تقريبا 2300 او 2400 ريال. صراحة اجحاف كبير، يعني بحجة الضمان، الضمان سنتين لو تاخذ من الشركة حتعطيك ضمان سنتين عليه. في حال الخلل المصنعي دائما دائما الضمان ما يكون على سوء استخدامك الشخصي، الضمان دائما على الاعطال اللي تحصل كمصنعية، يعني اجتهاد من نفس المصنع يكون مضروب او في عيب مصنعي ذاك الوقت يشملك الضمان. اما سوء استخدامك الشخصي، سقوط الجهاز، تلف العدسة بسبب انه مثلا انت اتلفت العدسة مضروبة او شيء، هذا ما تتحمله الشركة، هذا تتحمله انت كمستخدم. فاعرف ما لك وما عليك. طبعا هذا هو البروجيكتر من LG، هذا حجمه تقريبا يعني كف اليد تقريبا. سماكته هذه هي، هذا سماكته. طبعا هذه السماعات تبع الجهاز. هذا الجهاز جميل جدا. اول شيء البطارية، يعني الجهاز هذا يعني الجهازين مع بعض الاثنين هذول، الجهازين مع بعض الاثنين هذول حيعطوك تقريبا كيلو الا كحمل. هذا يشتغل ساعتين ساعتين الى ساعتين ونص، وهذا يعتقد انه يشتغل تقريبا نفس المده تقريبا ساعتين ونص الى ثلاث ساعات. ف يعني وامره بسيط يعني. هذا الشاحن الخاص، هذا الشاحن الخاص بالبروجيكتور حق ال جي، هذا هو هذا الشاحن حقه حق البروجيكتور ال جي، وهذه وصله له خاصه. يعني انا ما راح اشرح ليش تستخدم، انا ما ابغى اي شيء يستخدم بشكل، بصراحه انا احس انه من وراه حيكون في ذنب لي ما حاشرحه. هذا باستخدامه كعرض بدل التلفزيون، ولكم حريه الفهم. هذا اللي هو الوصله الاتش اي ان دي. طبعا لازم مثلا الجهاز جهاز الكابل موجود عندي هذا ما حيناسبه الا مدخل المايكرو اتش اي ام دي مايكرو، يعني اعتقد يا ليت مايكرو، في مايكرو وفي ميني وفي اتش اي ام دي العادي، في ثلاثة انواع. التاب المدخل حق الاتش اي ام دي مايكرو هذا هو، والمدخل الثاني اللي بيشبك في البروجيكتور اللي هو المدخل العادي. طيب الان اتسال الجميع ليش انا طارح الشيء هذا واحاول لك اياه. طبعا البروجيكتور هذا انصحك انك تكاسر في قيمته كثير. حتوصل حتاخذ تقريبا 2050 ريال بكل اريحيه، فلا حد يضحك عليك لا اكسترا ولا غيره يقول لك خفضت لك واعطيك اياه بال 2300 يضحك عليك ويستغل لك. يعني انت تقدر تاخذه ب 2050 وانت تضحك، فانتبهوا من النصب والاستغلال. طبعا الكثيرين حيقول لي يعني ايش يميز البروجيكتر من ال جي هذا، يعني الصغير هذا الحجم الصغير هذا. طبعا الان انا بعرض لك وهو في شاشه، يعني الان شغال اضاءه، شغاله اضاءه قويه. طبعا دقة أو إضاءة الجهاز البروجيكتر 550 لومينز، جميلة جدا. طبعا هو الآن قاعد يبحث عن نوعية اتصال فيه، ما حصل الآن، وقاعد يبحث بشكل متقاعد عن إيش اللي حيتوصل فيه. أنا بعد شوية حوصل البروجيكتر بالتاب وحعرض لكم عليه. طبعا هذا يعني في الإضاءة القوية لاحظ، طبعا هذا الريموت الخاص فيه، الحجر هنا يتركب، هذا الحجر تقدر تركبه هنا، تكبس هنا وبعدين تسحب هذا وحيخرج معاك، وموجود البطارية. طبعا هذا هو السيتنج، تدخل السيتنج هذا هو. طبعا احنا الان نتكلم عن اضاءة قوية جدا. لو انا طبعا انا هنا كذا انا الدقة او الوضوح، طبعا هذا تتحكم فيها بشكل يدوي من هنا من
هذه هي طبعا، هذه هي لو كبرت الكبير حتشوفها طبعا. هذا بدون إضاءة. الآن حطفي الإضاءة وحتشوف يعني قوة العرض حقت البروجيكتر. طبعا الشاشة، الشاشة أنا في غرفة تقريبا 4x5. هذه هي الشاشة. طبعا كل ما بعد تعطيك الشاشة أكبر. طبعا هو الآن قاعد يبحث بشكل تلقائي عن الأشياء اللي بتصل فيه. الآن بعد شوي حوصل التاب وحشوفه معه إن شاء الله. طبعا الان انا وصلت التاب فيه وقاعد اسوي سيرش بس التاب لانه التاب طافي. هذا هو التاب. طبعا هذا التاب شغال الان. طبعا هذا هو التاب. الان حشغل الاكتف سي دي. طيب اضغط على الصوت لانه شويه منزلتهم فالمعذره. طبعا هذا الاكتف سي دي. شغل الاكتف سي دي. طبعا الجلب هنا منهج كتريدي. طبعا بالصوت تقدر تتحكم بالريموت حق الجهاز. الان لاحظ انا شغلت الاكتف سي دي على بس ثبت. طبعا هذا الاكتف سي دي شغال. لاحظ هذا الاكتف سي دي. خليني اروح للمناهج. طبعا انا هنا شغل فلاينج هاي. هاخذ فلاينج هاي مثلا 1 وحروح ل ايش ابغى اشغل مثلا اوديو. طبعا انا جهاز معدته سابقا جهازي تاب. يونت 6 لسن 3. الصوت هذا صوت البروجيكتر. فورورد تو ذا تريب 2. وات وود يو لايك تو نو 3. دونت فورجيت تو. طبعا هذا الاوديو تراك. طبعا انا بشتغل من التاب. سوري. خليني اعرض مثلا عرض الباور بوينت. طبعا التاب كله تاتش يعني الشغل كله بالتاتش. طبعا هنا هذا هو العرض حق ال هذا هو العرض. هذا سلعة 2.
Unit 3, Lesson 1. Welcome to Ideas and Issues. On our show today, we have Dr. Robert Allen, Professor of Environmental Sciences at Stanford University. Good afternoon, Dr. Allen. Good afternoon. Unit 3, Lesson 1. The most common source of energy is still fossil fuels. Oil, coal, etc., right? طبعاً أنا كنت أتكلم عن إنه أنا حأعرض شيء للجميع، فات الجميع. أنصحك إنه يكون عندك تاب ويندوز، ويكون عندك بروجيكتر إل جي بورتبل اللي هو BH550. لا انتبهوا من استغلال التجار لكم في رفع الأسعار. أما بالنسبة للضمان، الضمان الله سبحانه وتعالى، احرص فقط على اقتناء شيء يريحك. مجموع وزن الجهازين كتنقل لك في داخل المدرسة تقريبا حيكون كيلو إلا ربع. أتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يكون يعني وضحت يعني طريقة التشغيل، وسهل أعتقد التحكم بالبروجيكتر سهل، لأنه حتى في اللغة العربية كل شيء واضح، في واي فاي، اتصال بالبلوتوث بالأجهزة، في مدخل في جي اي، في مدخل اتش اي ام دي، في مدخل يو اس بي، يعني يشحن بطارية ويعمل مدة ساعتين. كمان التاب هذا ممتاز جدا، خفيف، يعمل لفترة طويلة. تاب ويندوز يشغل كل شيء. ابتعد عن أجهزة الماك وأجهزة صراحة اللي هو يعني اللهم صل على محمد، مش الماك، اللي هي الاي اس او، اللي هو الايباد، يعني جننوني بالايباد. الايباد اي اس او نظام مقفل، حتتعب كثير عم تشغل عليه الاشياء، حتضطر انه تدور لك 100 طريقه. تاب الويندوز تقريبا نفس الايباد، ولكن هذا ويندوز. طبعا اغلب البرامج التعليميه او ما يقال 80% من البرامج التعليميه كلها عملت وصممت تعمل على بيئه الويندوز، فدائما ابحث عن تاب يعني يعمل على بيئه الويندوز. اعتقد في بي اتش بي، وفي ايسر، وفي اسوس، وفي سامسونج، جميع الماركات توجد فيها اجهزه تاب. اسعارها تتراوح في الان. كمان جينكس شركة صينية. أنا أنصح الجميع إنه يبحث عن أجهزة التاب ويندوز استخدامها في المدرسة، لأنه حجمها وزنها خفيف، عملية جدا في المدارس، فقط للعرض، ليست للعمل الشخصي واستخدام الشخصي، فقط للعرض. وهذا بروجيكتر الـ HP، قوة الشمعات حقته 550، لا أحد يضحك عليك، قيمته في السوق 2050 ريال، لا تدفع ولا ريال أكثر. كان معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، دائما وأبدا لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.